نرجع تاني للكره الطائره ولقب افريقي الكبير للنادي الاهلي اليوم على حساب الترجي التونسي، واحد من نجوم واسماء النادي الاهلي الكبار جدا في هذه اللعبه هو الكابتن عبد الله عبد السلام معانا عبر الهاتف. مليون مبروك كابتن عبد الله، فوز مستحق ورائع جدا من كل اللاعبين والجهاز الفني. ربنا يخليك ويبارك في حضرتك يا رب. الحمد لله رب العالمين، بطوله صعبه علينا جدا الحمد لله طبعا بعد اخفاق دوري الكاس في مصر، فطبعا كنا دي اخر بطوله بالنسبه لنا، لازم يعني اقل حاجه نقدر نصالح بها جماهيرنا. الحمد لله رب العالمين، يعني من ساعه ما خلصنا خلاص الكاس وخدنا اجازتنا وخلاص بينا بقى نخش في مود التركيز في البطوله الافريقيه. بطوله صعبه واقل حاجه كنا لازم نقدمها لجماهيرنا الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا بيها وفي وسط تونس وسط المشجعين الترجي. بشكر الجهاز الفني، بشكر اللعيبه الجهاز الرجاله، ببارك لمجلس اداره النادي الاهلي، بشكر كابتن محمود الخطيب طبعا على الدعم اللي بعد يوم من نهائي الكاس اللي هو الدعم الكبير اللي قدمه الفرقه بعد فترنا مع بعض ودعم الناس جامد. والحمد لله رب العالمين، يعني دي شخصيه اللعيبه ودي شخصيه النادي الحمد لله رب العالمين. البطل لو حصل اخفاق بيرجع بسرعه ويقوم الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا بيها وكرمنا ببطوله مهمه جدا نقدر نفهمها جمهورنا، وان شاء الله ربنا يكرم بقى الاول اللي جاي ان شاء الله باذن الله نقدر نرجع الدوري والكاس تاني باذن الله. عظيم جدا. النهارده الضغط كان مضاعف زي ما انت قلت، خساره دوري وخساره كاس، بتلعب مع الترجي وهو فريق كبير ويضم كثير من اللاعبين الدوليين في المنتخب التونسي، بتلعب على ارضه وسط جماهيره اللي كانت موجوده النهارده بعدد كبير، كل دي ضغوط كبيره جدا، ازاي تعاملتوا معاها؟ طبعا ده سؤال مهم جدا، و زي ما حضرتك بتتكلم طبعا بتلعب مضغوط طبعا، انت بطولتين زي ما اتكلمت وحضرتك برضك اشرت بطوله الدوري والكاس خسرتهم، هما نفس القصه هناك برضك، هما حصل اخفاق عندهم بطوله عربيه في اول السنه في شهر 2، فطبعا الحمد لله رب العالمين زي ما بقول لك احنا من اول يوم مركزين جامد جدا في اول يوم حاطين السيناريو دوت اللي هو هيحصل في ضغط جماهيري جامد في النهائي ما نوصل نلعب الترجي. جهزنا نفسنا جدا للمباراه جدا، اجتماعاتنا مع الجهاز الفني واجتماعاتنا في تحضير المباراه، لو حصل اي اخفاق اي نتيجه لفريق الترجي تقدم بيها لازم نكون احنا مستعدين، لازم نفضل نكافح ولازم نقدر نمشي بصوره كويسه. والحمد لله رب العالمين، يعني البدايه كانت كويسه جدا لينا الشوط الاولاني، الحمد لله قدرنا نحسم الشوط الثاني كمان، الشوط الثالث في بعض الاستعجال حصل خلاص كان 2 بونت خلاص الموضوع بيقرب، فريق الترجي قدر يرجع تاني يكسب وياخد الشوط كمان، الشوط الرابع طبعا بالنسبه لنا في يعني في لعبه كره الطايره او السله او الهاند بول المواقف بتبقى مشابهه جدا، اللي خلاص الفريق الخسران بيرجع تاني للمباراه، ثلاث ارباع الجماهير سواء بقى يعني جماهير النادي الاهلي او جماهير الترجي خلاص بتقول لك خلاص بقى احنا كده هنروح لشوط فيصل هو الشوط الخامس، بس الحمد لله يعني بخبرتنا وبشبابنا وبتعليمات الجهاز الفني والصمود اللي حصل في الشوط الرابع من اوله الحمد لله رب العالمين قدرنا نحافظ على المكسب. بالنسبه لنا حتى التعليمات كانت تيجي من الجهاز الفني، النقطه دلوقتي النقطه عامله زي الذهب لازم نحافظ عليها جدا، الحمد لله رب العالمين قدرنا نعدي الموقف بصوره كويسه جدا. ما اكدبش عليك ما اكدبش عليك يا كابتن عبد الله، انا كنت بتفرج على المباراه والشوط الثالث ده، انتوا كنتوا قريبين منه، انتوا كنتوا 24 وفرق تقريبا نقطتين على ما اتذكر عن الترجي او 3 نقاط، واول ما الشوط هرب انا شكيت بقى، قلت كده الترجي هيرجع المباراه، الامور كانت محسوبه. ما زي ما حضرتك بتتكلم وزي ما انا بتكلم بقول لحضرتك بشرح الموقف. طبعا اي حد بيتفرج على المباراه بيشوف سيناريو المباراه، خلاص فريق خسران رجع، الروح رجعت دخلت جيم تاني او رجعت لهم تاني جوه الفرقه، خلاص بيتكاتفوا تاني بيرجعوا، ودي الرياضه يعني دوت دي الرياضه، بس الحمد لله زي ما بقول لك شخصيتنا بشخصيه لعبتنا الكبار اللي موجودين بشبابنا بالجهاز الفني بالتركيز اللي احنا كنا داخلين للمباراه وكنا حاطين السيناريو دوت ومستعدين ليه، ده اللي خلانا الحمد لله رب العالمين نقدر نركز الجيم الرابع ويحصل حاله الصمود اللي انت شفتها ديت، الحمد لله رب العالمين الموقف عدى على خير، والحمد لله رب العالمين لقب غالي، وزي ما قلت لحضرتك ده لقب يعني من طلع بيه جماهيرنا اللي هم مش متعودين اللي يحصل اخفاق للفريق الطايره في النادي الاهلي بالشكل اللي احنا يعني حصل السنه دي، بقول لهم يعني اعذرونا وسامحونا الحمد لله رب العالمين، دي حاجه بسيطه نقدر نقدمها لكم وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. كابتن عبد الله عبد السلام كابتن فريق طايره الاهلي، مليون مبروك الفوز النهارده، دايما اسم كبير ودايما اسم رائع في كره الطائره المصريه، لاعب كبير ولاعب مخضرم ولاعب من اللعيبه المواهب جدا في كره الطائره المصريه.